بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن على شرف المبعث النبوي والبعثة النبوية المباركة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين، اللهم صل على محمد وآل محمد. والثقلين من عرب ومن عجم، ذني الأبيات إلمن قصيدة طويلة للبوصيري. هذا البوصيري بعد منه في القرن السابع كان يعيش، السلوم مغربي هو من حيث الأصل أو أنه جزائري ما يأثر. له ماذا؟ جملة من القصائد، واحدة من قصائده مديح ماذا؟ لكن طبيعي هي كلها ليست الأبيات بهذا الشكل. أنا انتخبت منها هذه الأبيات وحشره الله مع من يتولاه. جيد. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوا في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن، هذا لطيف، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جوهر الحسن منحصر بمن؟ به صلى الله عليه وآله. لكن عندنا هنا ملاحظة معنوية، نحن نقول لا، جوهر الحسن منقسم بينه وبين نفسه، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والذرية المباركة. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، غاية ما يمكن أن نقول واقع، هذا هو هذا بشر مو فوق البشر. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى، بلغ مقاصدنا يا رب، يا رب بالمصطفى، إله آمين، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. ومقاصدنا المهمة واحد، رضا مولانا وسيدنا الإمام، هذا هو أي مهم، هذا قطب عالم الإنكار، رضا هذا ما نريده. ونريد بعد معهم في الجنة بغيري إن شاء الله سوية وياكم كلكم وجميع تمنوا ذلك واطلبوا من الله عز وجل. ترى هذه فرصة ذهبية، ما دمنا أحياء، ما دمت حيا، ترى هاي الحكاية الذي أنت تحكيها قد تستجاب، قد. وإذا قرينا بعلم الأصول الاحتمال منجز من موارده، ترى هو هذا، أكو احتمال يستجاب الدعاء، وهذا تغير تاريخك كله.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. البعثة النبوية غيرت وجه التاريخ، قلبت التاريخ من وجه إلى وجه، من صفحة سوداء إلى صفحة نور، إلى صفحة آداب وكمال وثقافة ووعي. هذا واضح، لكن أكو عندنا سؤال، كيف أمكن؟ يعني هذا عالم الاجتماع يأتي ويريد يبحث، كيف أمكن قلب هذا التاريخ؟ يعني ناس أهل الجزيرة العربية كما تعرفون بعد، كما تعرفون الآن، احنا ترى لما نروح نشوف نيمونة، ذولا هم نيمونة، ماذا ذولا بعد الطبقة المثقفة، بعد الحضارة والثقافة. الله يساعد الرسول صلى الله عليه وسلم، شلون كان ماذا يعيش مع هذه الطبقة وآباء هذه الطبقة. على أي حال، فالمقصود كيف أمكن؟ قد واحد يقول على أن القرآن الكريم له الدور الفعال في هذا المجال، يعني الدور القرآن الكريم هو قلب موازين بالثقافة التي أتى بها، بالوعي وبالتعاليم التي أتى بها، وبالمعارف التي أتى بها، إلى غير ذلك. هذا في الجملة جيد، هذا نطي درجة بمقدار جقت تطي درجة 100%، لا 50%، 60%. البقية العوامل الذي ساعدت في هذا المجال ماذا؟ لابد أكو فرد شيء، ولا القرآن وحده هذا ما يكفي يقلب هذا التاريخ بهذا الشكل. من جملة العوامل التاريخ الناصع والأبيض للنبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني احنا لما نلاحظ تاريخ معروف هو بالصادق، هذا هواية إلى تأثير، هذا هواية إلى تأثير. يعني ما تمكن شخص أن يفتش عن ثلمة وعلامة استفهام في تاريخ النبي، وإلا لا 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 تدري كانوا يطبلون ويزمرون لها. وهذا درس مهم لنا، وهذا درس مهم إلي وإليك. يعني أنا وياك هما ترى يكون نحاول تاريخنا يصير أبيض عند الناس، أول شيء عند الله عز وجل، هذا المهم في عالم الثبوت، ومضافا إلى ذلك عند الناس هم كذلك يكون تاريخ. أنا الذي أريد أصير إمام جماعة، يحتاج ترى الناس إذا عرفوا تاريخي تاريخ أبيض يتفاعلون معي، أما إذا عرفوا تاريخي لا شوية بشيء ما يتفاعلون. أريد أكون مدرس أنا في الحوزة، الكلام هو الكلام، أنا يكون أؤثر على نفوس الطلبة. كيف أتمكن أن أؤثر على نفوس الطلبة إذا تاريخي لم يكن ناصعة؟ هذا مهم. إذا أريد ماذا أذهب كمرشد في الحملة، هذا هم ما شيء. إذا عرفوا أن تاريخي أبيض الحجيج يتفاعلون وياي أكثر، وإلى آخره. إذن هذا درس مهم لنا إخوتي وأعزتي وأحبتي، دائما لابد وأن نسعى أن يكون تاريخنا تاريخا ناصعا ليس فيه ثلمة. ورحم الله من جب الغيبة عن نفسه، هو بالدلالة الالتزام، يعني شنو؟ امشي عدل لا تصير ثلمة،
في سلوكك. إذا ما صار ثلمة هو جب الغيبة عن نفسه. هذا درس نستفيده. وعامل آخر الذي له تأثير في هذا المجال الأخلاق الطيبة، الأخلاق الربانية له صلى الله عليه وآله، هذه لها تأثيرها الكبير إلى جنب القرآن الكريم وإلى جنب ذلك التاريخ الناصع. لما اجتمع هذا مع تينك آتت الشجرة ثمرتها وأكلها الطيب. يعني تلاحظ في غزوة أحد كسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وآله، شج وجهه، قال له بعض المسلمين يا رسول الله ادعو عليهم. شوف الجواب: إني ما أرسلني ربي إلا رحمة. ثم يرفع يده إلى السماء: اللهم اغفر لقومي فإنهم. اشقد جميل، اشقد جميل. أي من يسوي آي فإنهم لا يعلمون. ما اكتفى صلى الله عليه وآله، ما اكتفى بمن بالسكوت عن حقه، لا 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 أكثر، حتى طلب من الله عز وجل لهم العفو والمغفرة. ولم يكتفي بذلك أيضا، حتى بين أنهم لا يعلمون، أراد أن يعتذر لهم ويبرئ. هاي شنو شنو هالنبول، شنو هالأخلاق. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله بعث محمدا نبيا، فلا نبي بعده أنزل عليه الكتاب فختم به الكتب، فلا كتاب بعده أحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، ثم أومأ بيده إلى صدره وقال: نحن نعلم. ويوم من الأيام يكون على بدنه الطاهر برد له حاشية غليظة. البرد برد ما كل الذي يخلوها ويتشفن، يعني الخام، قطعة الخام. الخام أول كانوا يستعملوه، أنا أتذكر الخام يستعمل، الآن وجوه للدواشق وما شاكل ذلك ويصير ثخين. كانوا أول يلبسوه، ما أكو مثل هذه الألبسة التي الآن في يومنا موجودة. فلابس صلى الله عليه وآله غليظا ما كان هذا البرد، جاء الأعرابي جذبه من برده جذبة شديدة أثرت على عاتقه. لو كنت أنا أو أنت، أنا أقول له أنت إن شاء الله تعفو، إيش كنت أسوي به؟ ولم يكتفي الأعرابي بهذه الجذبة وإيلام النبي صلى الله عليه وآله في عاتقه،
حتى قال له: يا محمد، هذان بعيران، املأهما من مال الله الذي عندك، إنه ليس مالك ولا مال أبيك. والنبي صلى الله عليه وآله ساكت، قال: نعم، إن المال مال الله وأنا عبده. ثم قال له: يا أعرابي، أيقاد منك لي؟ سويت هيك تأذيتني برقبتي وما قال أنا أقودك، لا، أيقاد، شو قد مؤدب، أيقاد منك لي؟ قال: لا. قال: لماذا؟ هنا غلب، بعد تغلب الأعراب، تغلب عليه من؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة. فتبسم صلى الله عليه وآله وقال: احملوا على أحد البعيرين شعيرا وعلى الآخر تمرا. ومرة أخرى يذهب في سفر مع أصحابه، وأمر بطبخ شاة، تهيئة شاة، فقال أحد المسلمين: أنا أذبحها. وقال الآخر: أنا أسلخها. وقال الثالث: أنا أطبخها. فقال صلى الله عليه وآله: وأنا أجمع الحطب لكم. فقال له بعض المسلمين: أنا أكفيك هذا الأمر يا رسول الله. فأجاب: إني أكره أن أمتاز عن قومي، إن الله يكره لعبده أن يمتاز. شوف الخلق، شوف الخلق، شوف النبل، يمتاز عن أفراد قومه. ويأتي له أهل المدينة بالماء في الأواني بعد صلاة الغداة، ورا صلاة الصبح الفجرية، يجيبوا له أواني مع الماء، هذا جايب له طاسة، ذاك جايب له ماعون، هذا جايب له، إلى آخره، ليضع يده المباركة، يا حيف إحنا ما كنا، ليضع يده المباركة في ذلك الماء، ولتحل البركة فيه في ذلك الماء. وأحيانا يكون الجو باردا، وتدري إذا الجو كان بارد الماء بارد ويأثر، ولخلقه السامي يسكت ويدخل يده في الماء البارد رغم أن ذلك يؤلمه، ولكنه لخلقه السامي يسكت. ويأتون له بأولادهم ليدعوا لهم، أولاد صغار، فيأخذ صلى الله عليه وآله الطفل ويضعه في حجره، وإذا بالطفل يبول، فينادي بعض المسلمين، يعني ينادي بأنه: ماذا حصل؟ ارفع الطفل بسرعة. فيجيب صلى الله عليه وآله: لا تزرموا بالطفل أو بالصبي. والإزرام بمعنى القطع، قطع البول، أجلكم الله، يعني لا تقطعون البول عليه، خلوه براحته، إلى أن ينتهي ويدعو له ويسلمه إلى أهله وهم مسرورون. وبعد ذلك يقوم صلى الله عليه وآله يغسل ثوبه. هذه الأخلاق السامية، هذه هم درس مهم لنا. إحنا خو ما نتمكن، واقع ما أنا ما أتمكن على هذا الشيء، ولكن أعينوني بورع
واجتهاد مهما أمكن إخوتي أعزتي. ويا الناس أخلاقنا سلوكنا لابد وأن يكون طيب. شوية أضغط على نفسك أنت ما يخالف، لكنه طرفك ماذا لا تأذي. إذا صنعت هذا ترى النتيجة إليك أنت، النتيجة تحصلها في الدنيا قبل الآخرة. هذان درسان مهمان نستفيدهما في هذا المجال. وأبو طالب والد حامل جار صلوات الله وسلامه عليه، لما حاصروا قريش، لما حاصرت المسلمين في الشعب، نظم قصيدة 90 بيت تقريبا أو أكثر من الشعر الراقي، ويدافع فيها عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله، ويظهر من خلال هذا الشعر أنه كان مؤمنا بالله عز وجل، ويصرح بأننا ندافع عن النبي صلى الله عليه وآله ولا نسلمه بأنفسنا وبصدورنا وبرقابنا. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، الأبيض كناية يقال عن الكرم، له يد بيضاء علي يعني يد كريمة يد جود. هسه يستسقى الغمام بوجهه، وقعت حادثة في زمان عبد المطلب استسقي بوجود النبي أو لا؟ يريد أن يقول هو هذا كله وجود مبارك يستحق أن يستسقى. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال يعني ملجأ علما لليتامى، وعصمة يعتصم به للأرامل جمع أرملة. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى، بلي أكو هم فرد قراءة ثمالي، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يلوذ به الهلاك من آل هاشم، الهلاك الفقراء يلوذون به صلى الله عليه وآله. يلوذ به الهلاك من آل هاشم. أمير المؤمنين كان يوصي بقراءة وبحفظ هذه القصيدة، ويأمر بتعلمها وتعليم الأولاد ذلك، ويقول إنه على دين الله. يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. حليم، أي هو حليم، رشيد، عادل، غير طائش. الطائش ماذا؟ هاي استعمالاتنا هم موجود، طائش منقول طائش، مغرور، طائش، هاي بسن الشباب. حليم، رشيد، عادل، غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. وايه جميل، يوالي إلها ليس عنه بغافل. كريم المساعي، ماجد وابن ماجد، له إرث مجد، يتوارث هذا المجد أبا عن جد، له إرث مجد ثابت غير ناصل، أي غير زائل. وأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا، قاعد يعترف، وأظهر دينا حقه غير زائل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب، ما يكذب، لقد علموا أن ابننا لا مكذب، الصادق الأمين، لا مكذب لدينا،
هاي قاعد يعترف همات، يقول لدينا ما يكذب، يعني صادق هذا الرجل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعني بقول الأباطل، وجدت بنفسي دونه وحميته. أجود بنفسي يعني له، يعني أنا فدوة، أفدي نفسي لأجله. وجدت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالطلا، الطلا الأعناق، والكلاكل الصدور. كذبتم وبيت الله يردى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول تقتلونه انتوا واحنا موجودين، نفس في نحورنا موجود، او تقتلوه انتوا. كذبتم وبيت الله يردى محمد، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله. من سلمه إلا كنا نصرع نقطة، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل كلهم، خلي يرحون فدوة له صلى الله عليه وآله. ولا شك أن الله رافع أمره، قاعد يخبر عن الغيب. ولا شك أن الله رافع أمره ومعليه في الدنيا ويوم التجادل، يوم تأتي كل نفس، يشير إلى هذا المعنى، يوم التجادل قاعد يعبر. إلهي أقسم عليك بحق النبي صلى الله عليه وآله، وبحق أبي طالب عندك، وبحق ولده أمير المؤمنين والذرية الطاهرة منه، إلا ما عجلت لوليك الفرج، وإلا ما تقبلت منا هذا الذي قرأناه ونفعتنا به في اللحظات الأخيرة، نرجو من أمير المؤمنين أن ينظر إلينا في تلك اللحظات نظر رأفة ورحمة. اللهم احفظنا جميعا وتقبل أعمالنا جميعا بحق محمد وأهل بيته الطاهرين.